طيب، ابتدينا الحصة اللي فاتت يا حبايبي إن إحنا نتكلم على احتياجات النبات، وابتدينا ندرسه ونعمل مراجعة عليه من أول وجديد. يلا نكمل مراجعتنا وناخد دلوقتي أجزاء النبات ونشوف هيتكلم فيها على إيه، وهيتكلم فيها على جزء الوظائف. أول حاجة بيقول لك عن وظيفة الجذور. الجذور إحنا فاهمين إن هي بتمتص الماء من التربة، بس غير ان هي بقى بتمتص الماء من التربة وكمان الاملاح معاها، ان الجذور دي هي اللي بتثبت النبات في التربة، دي فكرة وكمان الجذور دي بيبقى عليها طبقة كده او عدد كبير من الشعيرات الجذرية. شعيرات جذرية، الشعيرات دي هدفها ان هي تزود من كمية المياه اللي بتمتص، لان الجذر كده مش لوحده اللي هيمتص، ده كمان الشعيرات الجذرية، فكده كمية المية والغذاء الممتصين أكتر. طيب بعد كده اتكلمنا على وظيفة الساق. الساق ده قلنا إنه جواه أوعية الخشب وأوعية اللحاء الاتنين. أوعية الخشب دي وظيفتها إيه؟ وظيفتها إن هي بتنقل الغذاء لكل أجزاء النبات عبر أنابيب، وهي الأوعية. يبقى الساق بينقل الغذاء لكل أجزاء النبات عن طريق الأوعية، بتدعم النبات وتساعده على البقاء واقفا. يعني النبات ده ممكن يساعد الإنسان. كده اتكلمنا كمان على أنواع السقان، صح كده؟ صحيح طيب، الرسمة اللي قدامك دي عبارة عن عملية البناء الضوئي، عبارة عن إن مادة الكلوروفيل، تاني أقول اسمها، مادة الكلوروفيل اللي موجودة في الأبواب، عفوا اللي موجودة عفوا في الأوراق، المادة دي هي اللي هتمتص ضوء الشمس، وكمان الأوراق هي اللي هتدخل ثاني أكسيد الكربون عن طريق الصخور اللي قلنا عليها امبارح، وإن الجذور هي اللي هتمتص المية والأملاح وتبدأ بعد كده تنتقل إلى الأوراق عن طريق أوعية الخشب. طيب، بعد كده لما بتتم عملية البناء الضوئي بينتج عنها حاجتين. الحاجتين دول هما عبارة عن غاز الأكسجين اللي هو ضروري لتنفس الكائنات الحية، وكمان الجلوكوز وده يعتبر غذاء النبات. ماشي. رفع إيدك يا آدم، عايز إيه؟ كنت بقول لك مش انا بعت الواتساب صح؟ برد عليك على المنصة يا آدم دلوقتي في الحصة، ركز بس معايا. طيب، فكده نلخص ونقول إن الأوراق هي اللي بيحصل فيها عملية البناء الضوئي اللي هي هيتم فيها إنتاج الغذاء، وكمان إن في داخل الساق أو نوع تاني من الأوعية هينقل الغذاء اللي تم تصنيعه، والغذاء ده بيتنقل عن طريق أوعية اللحاء. يبقى دلوقتي أثبت كده في تفكيري إن الساق جواه نوعين من الأوعية، خشب ولحاء. الخشب هينقل المية والأملاح من التربة إلى الأوراق، أما اللحاء العكس، هينقل الغذاء من الأوراق لباقي أجزاء النبات. وإن الأكسجين اللي هو ناتج من البناء الضوئي ده هو ده المهم للكائنات الحية.
يلا معانا كام سؤال. السؤال الأول يلا يا آدم. ماشي. يصنع النبات غذاء بنفسه أثناء قياده بالعمل بعمل الكلوروفيل. اقرأ كويس. أثناء عملية نقط. استعمل الكلوروفيل. إيه؟ ثواني. ركز في إيه؟ الكلوروفيل الغذاء بيصنع غذائه في عملية اسمها عملية إيه؟ عملية البناء الضوئي. برافو كده، البناء الضوئي. ركز في الاختيارات. صنع غذائه من خلال البناء الضوئي. يلا رقم 2 يا فاطمة. صالح له. فاطمة افتح الماي. يلا رقم 2. يلا يا فاطمة. فادي يفتح أنابيب صغيرة تنقل الماء من البذور إلى أجزاء النبات تسمى أنابيب أوعية الخشب. برافو، وعية الخشب. رقم 3. يلا يا ايه. يلا يا ايه. هاي في الحكمة. ادم اقفل الحمام، المايك عندك وما تفتحوش خالص الا لما اقولك. يلا يا ايه. هو انتوا مش سامعيني؟ ايوه يا مس، كان المايك مكفوس. يلا طيب يا حبيبي. رقم 3. أنابيب صغيرة تنتقل الغذاء من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات تسمى أوعية اللحاء. برافو، وعية اللحاء. بعد كده ابتدينا نتكلم على انتقال الماء داخل النبات، وهو عمل تجربة هنا عبارة عن انه جاب نبات، والنبات ده ابتدى يحط في المية بتاعته لون طعام بحيث ان المية تبقى ملونة. طبعا النبات هيمتص المية، فهيلاقي ان النبات لونه اتغير بالماء الملون، فاستنتج ان فعلا المية بتتنقل من بره لجسم النبات. ده كل النشاط بس والكلام اللي فيه. بعد كده قارنا بين جهاز معين في الإنسان مع الأجهزة النقل اللي موجودة في النبات. قلنا إن النبات عنده أجهزة بتنقل له الحاجات في جسمه، اللي هو عبارة عن أوعية اللحاء وأوعية الخشب. الأوعية دي اللي بتنقل في جسمه، إنما أنا كإنسان مقدرش أعيش من جهاز من اللي عندي. ينفع حد يعيش فيكم من غير مثلا القلب؟ لا، هو نفس الكلام. طيب محدش يقعد يتهز لو سمحتوا، ركزوا بس في الشاشة كويس. هنا عامل لك مقارنة بين النبات وبين الحيوان وبين الإنسان في طريقة الحصول على الطاقة وكمان الحصول على الغازات. هنا في رقم النبات ازاي بيحصل على الطاقة. طبعا عارفين النبات بيحصل على الطاقة بان هو بيصنعها بنفسه من خلال بناء الضوء. اما الانسان، انسان لا، ده بيحتاج الانسان الطعام عشان يحصل على الطاقة. انا محتاجة اكل عشان احصل على الطاقة، وكمان الجسم بتاعي بيبقى فيه جلوكوز وعناصر غذائية بتقلي الجهاز الهضمي. وطيب رقم 3،
إن بيتم امتصاص العناصر الغذائية في الدم مع بعض الطعام وبلعه. الكلام ده خدناه السنة اللي فاتت في الجهاز الهضمي. واخدين الجهاز الهضمي، عملية الهضم بتنتهي في الأمعاء الدقيقة، وبعد ما تنتهي فيها كان في شبكة من الأوعية الدموية كانت تنقل الطعام من ال تنقل الطعام كانت بتنقل الطعام من الأمعاء الدقيقة للدم، تديه الدم والدم يدوره بقى يمشي يوزعه على كل أجزاء الجسم. طيب أما بقى حصولنا على الغازات، النبات بيدخل الغازات من خلال الأوراق عن طريق الفتحات الصغيرة اللي قلناها اللي اسمها الصغور. الصغور طيب، وبعد كده الإنسان بقى، الإنسان بيدخل الأكسجين عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وبعد كده بيوصل للرئتين، وبعد كده بيتم امتصاص الأكسجين بقى ويدخل للدم. طيب اقعد كويس يا آدم. فهنا ابتدينا بعد كده نتكلم على أجهزة النقل. أجهزة النقل اللي في النبات اتفقنا إن هي عبارة عن الجهاز الوعائي، بنقول عليه جهاز وعائي. الجهاز الوعائي ده متقسم لنوعين من الأوعية، اللي هو أوعية الخشب واللي هو أوعية اللحاء. أما الجهاز الدوري، الجهاز الدوري عبارة عن الجهاز اللي هينقل أي حاجة في جسم الإنسان. جهاز الدوري ده اللي هينقل الدم من في جسم الإنسان. اتفضل يا آدم سؤالك. يلا نكمل. الجهاز الدوري في الإنسان اتكلمنا عنه إن الجهاز الدوري ده عبارة عن أو بيتكون من القلب والأوعية الدموية. القلب والأوعية الدموية، طيب والأوعية الدموية دي هي اللي هتنقل العناصر الغذائية وكمان الأكسجين من الجسم إلى خلايا الجسم بقى أو الأعضاء. طيب والأوعية الدموية دي هنقسمها لنوعين، في منها شرايين وفي منها أوردة. يبقى دلوقتي الجهاز الدوري اللي شبه الجهاز الدوري ده هو جهاز النقل في الإنسان، عشان الناس دي بتقع في السؤال ده. جهاز النقل في الإنسان هو الدوري، وده متقسم لقلب وأوعية دموية. والأوعية الدموية دي في منها نوعين، شرايين وأوردة. الشرايين دي بتعمل ايه؟ الشرايين دي هي اللي هتنقل الدم اللي شايل اكسجين وجلوكوز من القلب الى الاعضاء وعضلات والعظام. يعني الدم، اركز، الشرايين ده ينقل الدم منين؟ الدم من القلب ويوديه لاعضاء الجسم، يبقى من القلب للجسم. والدم اللي شايله الشرايين ده فيه اكسجين وفيه جلوكوز. الجلوكوز ده لو السكر او الغذاء يعني. طب الاورده العكس، الاورده دي اللي هتعيد الدم، اللي هتعيد الدم الى القلب، واللي شايلاه بيبقى فيه ثاني اكسيد الكربون وقليل من العناصر الغذائيه وقليل من الاكسجين. والقليل من عناصر الغذائيه والاكسجين ده عشان الاورده هتوديه للرئتين. تاني الاورده
بترجع الدم للقلب وهو شايل ثاني اكسيد الكربون، بس مع الدم ده جزء صغير كده من الاكسجين والعناصر الغذائيه، عشان وهي راجعه بيه للقلب هتديه للرئتين، عشان الرئتين دي برضه محتاجه غذاء ومحتاجه اكسجين. ادي الجزء اللي اتكلمنا عليه اللي هو اوعيه الخشب واوعيه اللحاء. هنا بيقول لك أوعية الخشب إن هي هتسمح بانتقال الماء والغذاء إلى أعلى النبات، أهو أوعية الخشب ركز كده، هتنقل الماء والغذاء إلى أجزاء النبات أو إلى أعلى النبات، يعني هي تنقل المية والغذاء الأملاح يعني من أسفل إلى أعلى، من التربة إلى أعلى النبات، دي أوعية الخشب. أما بعد كده هتوديها للأوراق عشان الأوراق تصنع الجلوكوز من في البناء الضوئي. طب بعد ما تصنع الغذاء في الأوراق، الغذاء مش هيفضل في الأوراق بس، كل أجزاء النبات محتاجة إنه يوصل لها الغذاء ده، فتيجي بعد كده أوعية اللحاء وتنقل الغذاء ده اللي هو الجلوكوز يعني، وتنقله من الأوراق إلى أسفل لباقي أجزاء النبات. يلا نحل الجزء ده مع بعض. رقم واحد، يلا يا مرام. مرام افتح المايك. يلا يا مرام. أوعية الخشب، برافو عليك. رقم اتنين، يلا يا معاذ. نقطة أوعية الغذاء من الأوراق إلى أوعية اللحاء، أوعية اللحاء. أوعية اللحاء، برافو. رقم ثلاثة، يلا يا حبيبة. يحصل الإنسان على الطاقة عن طريق النقط عندما يتناول طعام الهضمي. الهضمي، تمام، صح وغلط. يلا رقم واحد يا آدم. الضوء من الضوء الشمس هو مصادر الطاقة الرئيسية للنباتات والكائنات الحية الآخرة، صح؟ صح، برافو عليك. رقم اتنين، يلا يا فاطمة. ماشي. تنقل الشرايين الدم الغني بالأكسجين من القلب والرئة إلى باقي أجزاء الجسم، صح؟ صح، برافو. رقم ثلاثة، يلا يا آية. عايز أسأل سؤال. ثواني. أيوة يا مس. يلا رقم ثلاثة يا آية، اقرأي وحليه صح وغلط. تعمل الأوعية في النباتات على نقل العناصر الهامة في اتجاه واحد. خطأ. الأوعية في النباتات بتنقل العناصر الهامة في اتجاه واحد، خطأ. طب انت فاهمة السؤال أصلا يا آية؟ بس ممكن أسأل سؤال آدم. طول ما أنا ما قلتلكش اسأل، أنت قافل المايك بتاعك. يلا يا آية، فاهمة السؤال أصلا يا آية كويس ولا مش فاهمة قصده؟ لا. طيب طالما يا حبيبي مش فاهمة حاجة قوليلي إنك مش فاهمة عشان أوضحها لك. بصي،
احنا كنا لسه بنقول أوعية الخشب بتنقل الماء والأملاح من الجذور للأوراق، صح؟ ايوه طيب الأوعية دي بقى بينزل فيها الغذاء ولا هو بيطلع بس فيها المية والأملاح؟ ينزل فيها الغذاء. لا، هو مين اللي بينقل الغذاء، أوعية الخشب ولا أوعية اللحاء؟ وعية اللحاء. أوعية اللحاء. أوعية اللحاء هتلاقي إن وظيفتها إن هي بس تنقل الغذاء من الأوراق لباقي أجزاء النبات اللي هو الأسفل. مش هتلاقي عندك في مرة إن في وعاء منهم بيطلع حاجة وينزل حاجة وهو طالع، يعني مفيش حاجة تلاقي أوعية الخشب هتطلع مية والأملاح وهي نازلة تاخد معاها الغذاء وتنزله، لأ هو كان بينقل حاجة واحدة وفي اتجاه واحد بس. يعني أوعية الخشب تنقل المية من الجذور للتربة، من الجذور لباقي أجزاء النبات لحد الأوراق، مش هيتغير عندك الاتجاه ده خالص، مش هيبقى فيه إن هي بتطلع وبتنزل حاجة. فبالتالي نقدر نقول إن الإجابة الصح إن الأوعية بتنقل فعلا في اتجاه واحد. تمام يا آية؟ تمام. طيب اتكلمنا في الجزء ده، احنا قلناه كذا مرة اللي هي خطوات البناء الضوئي، بس طلعت بمعلومة منه وهي تحول الطاقة في عملية البناء الضوئي من الطاقة ايه للطاقة ايه يا حبيبة؟ قولي لي يا حبيبة كده، في البناء الضوئي بحول الطاقة من ايه لايه؟ برافو عليكي، من طاقة ضوئية لطاقة كيميائية. طاقة ضوئية اللي هي عبارة عن ضوء الشمس، الطاقة الكيميائية اللي هي عبارة عن الجلوكوز اللي اتصنع. اتفضل يا آدم سؤالك. هو يعني ايه الدم؟ يعني انا عايز اعرف ايه الدم الغني ده. دم غني بأكسجين؟ اه دم غني يعني مش مقصود بيه ان هو معاه فلوس يعني، لا مقصود ان الدم ده مليان بالاكسجين، عنده اكسجين كتير يعني. ماشي. يلا يلا نحل الأسئلة دي مع بعض. يلا يا مرام، رقم واحد. مرام مرام، انت سامعاني؟ مرام خرجت. طيب يلا يا معاذ. عملية البناء الضوئي وما مفيدة للنبات فقط. ده صح. ايه؟ عملية البناء الضوئي مهمة ومفيدة للنبات فقط. ده صح. يعني هي مهمة للنبات بس مش مهمة لينا احنا كإنسان؟ لا، مهمة للإنسان والنبات والحيوان. يبقى غلط. يبقى غلط. غلط، لأن البناء الضوئي ده هينتج عنه الأكسجين اللي هو مهم لباقي الكائنات الحية، فما ينفعش أقول إن البناء الضوئي مهم للنباتات بس.
رقم 2، يلا يا آدم. أوكي، في النباتات تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية. ده صح ولا صح؟ غلط؟ قلت ايه؟ صح لا مش صح. غلط. ايوه غلط. قولي غلط ليه بقى؟ عشان الطاقة الكيميائية، قصدي الطاقة الميكانيكية. عشان ما فيش طاقة ميكانيكية في النبات أصلا. مفيش طاقة ميكانيكية فعلا. احنا لسه قايلين ان الطاقة بتتحول من ايه لايه، من طاقة ضوئية عشان هو ياخد ضوء الشمس يديك جلوكوز اللي هو طاقة كيميائية، يبقى من ضوئية لكيميائية. اوكي السؤال الثالث، يلا يلا يا حبيبة. ينطلق غاز ثاني اكسيد الكربون كأحد مواد العملية البناء الضوئي، مثل هو يعني مثل هو يقصد انه بيطلع ثاني اكسيد الكربون. غلط. غلط طبعا. الأكسجين هو اللي بينطلق أو بيتم إنتاجه من البناء الضوئي. رقم 4، يلا يا فاطمة. تمتص الأوراق ضوء الشمس للحصول على الطاقة اللازمة للقيام بعملية البناء الضوئي. صح. صح، برافو. بعد كده ابتدينا نتكلم على الأزهار، وقلنا إن الزهرة دي هي العضو المسؤول على التكاثر في النبات. تاني، العضو المسؤول عن التكاثر في النبات هو الزهرة. وقلنا إن الزهرة بيبقى ليها أشكال كتيرة، وفي منها اللي كبير الحجم وفي منها اللي صغير الحجم، وفي أزهار ملونة وفي أزهار مش ملونة وهكذا. المهم ان اي زهرة بيبقى فيه حاجات في النص كده منقطة، الحاجات دي هي البذور يا حبايبي. الحاجات دي زي زهرة عباد الشمس دي، الحاجات البنية والسودة دي هي ضوء الشمس. ثانية واحدة. طيب آدم زميلنا بيورينا عنده زهرة، تعرف تفتحها من النص كده يا آدم شوية؟ ثبت الموبايل ثواني. كده شوية. أيوة، شايفين زميلكم الكاميرا عنده عامل إزاي؟ حاول تقرب بقى الكاميرا كده يا آدم منها، وسع كده اللي في النص كده عشان نشوفها. في النص دي. برافو. بصوا شايفين في حاجة جوه صح؟ ايوه أهي دي البذور. برافو برافو يا آدم. يلا يا آدم ارجع مكانك يلا بسرعة، بس اقفل الكاميرا لحد ما تدخل أوضتك. ماشي، يلا نكمل يا حبيبي. ايوه اقعد على المكتب بقى شطور. طيب، فالبذور زي ما شفنا كده، وكمان في زهره مختلفه غير عباد الشمس اللي وريها لكم زميلكم، ان اللي في النص ده بيبقى عباره عن بذور.
البذور دي بقى ليها الطرق بتاعتها إن هي تنتشر، بتنتشر لوحدها كده في البيئة بحيث إن هي تقدر تنتج لك نباتات لوحدها. طيب البذور بتنتشر يعني بتنتقل من مكان لمكان تاني بعدة طرق، بتختلف على حسب كل نوع وعلى حسب الحجم. هتحفظ الأربع طرق اللي عندك بتنتقل بيهم البذور أو بتنتشر بيهم البذور، هتحفظ الطريقة وتحفظ مين البذور اللي بتنتقل بيها. أول حاجة البذور اللي بتنتقل أو بتنتشر عن طريق حركة الماء، البذور اللي بتنتقل وبتنتشر عن طريق حركة الماء دي بذور جوز الهند، المثال عندك تحته في الكتاب، دي بذور جوز الهند. رقم 2 البذور اللي بتنتقل عن طريق حركة الرياح دي زي بذور الهندباء والقيقب، بذور الهندباء والقيقب دي بتنتشر عن طريق الرياح، يعني الهواء يجي يخبط البذرة كده تبدأ تطلع الحاجات البيضة اللي فيها دي، الحاجات دي هي البذور، فتطير في الهواء لما تقع على تربة مناسبة يطلع النبات لوحده. الطريقة الثالثة عن طريق الالتصاق بفراء الحيوانات والإنسان، عن طريق الالتصاق بفراء الحيوانات والإنسان زي بذور الأركاتيون، بذور الأركاتيون. طيب بذور الأركاتيون تلتصق بفراء الحيوانات والإنسان إزاي؟ البذور دي بتبقى خشنة ولزجة، خشنة كده وبتبقى لزجة ملزقة يعني، فلما مثلا حيوان يجي يمشي كده جنب النبات فيروح البذرة دي لازقة مثلا في الفراء بتاع الحيوان، الحيوان ده بطبيعة الأمر ماشي عمال يتمشى في الغابة أو في المكان اللي عايش فيه، فبعد كده تروح نازلة في مكان تاني البذرة فتبدأ تنمو لنبات جديد. الطريقة الثالثة هي الانتقال في غذاء الطريقة الثالثة هي الانتقال في غذاء الإنسان والحيوان، زي إن النباتات دي ليها بذور الإنسان والحيوان ياكلوها، والبذور دي بيتم إخراجها من الجهاز الهضمي، فساعتها لما يتم إخراجها تنمو البذور في مكان تاني زي بذور الطماطم وزي بذور التفاح. يبقى عندك 4 طرق لانتشار البذور: المية، الرياح، التصاق بفراء الحيوانات والإنسان، أو الانتقال في غذاء الإنسان والحيوان. يلا نحل مع بعض يا حبايبي الجزء ده. رقم 1 يلا يا حبيبة. يبقى تسيبولنا مورك. ايه هما هديكوا جزء هوم ورك يا ادم اكيد، بس فاضل في وقتنا حوالي كده ايه عشان التأخير اللي حصل، هديكوا يعني افضل معاكم 5 دقايق نحل فيهم. يصنع النبات غذاء فيه، يصنع الغذاء النبات غذاءه فيه ايه؟ يعني ما بعدش كتاب الأضواء. مش معاكم كتاب الأضواء. طب ثواني نحل من مساحة التلميذ، بعد كده إن شاء الله هنحل من مساحة التلميذ بما إنه معاكم كلكم يا حبايبي. صفحة كام؟ ثواني هقول لكم سلاح التلميذ صفحة كام، ثواني أنا بجيب الصفحة بس. على ما أعتقد كده يا مس. هاتوا سلاح التلميذ صفحة 61. 61 أهي. يلا برافو. دي دي يلا يلا يا حبيبة ابتدي كده. اوكي. تشابه الشرايين الأوردة في جسم الإنسان مع أوعية الخشب واللحاء في نقل الماء.
بنقل الماء وغذائه جميع جميع النبات. الشرايين والأوردة في جسم الإنسان شبه اللحاء والخشب اللي بينقلوا المية والغذاء في النبات، صح ولا غلط؟ أيوة يا معايز، 61، دي صفحة 61. قلتي إجابتك إيه يا حبيبة، صح ولا غلط؟ صح، برافو عليك. يبقى السؤال الأول إجابته صح. رقم 2 يا آية. أيوة يا مس. يلا. قد تنتقل البذور من مكان لآخر عندما تلتصق بالملابس التي يرتديها الإنسان. خطأ. هي تلتصق بجسم الإنسان، صح ولا غلط؟ خطأ. طب خطأ ليه؟ خليكي فاتحة المايك. قولي لي الأربع طرق اللي قلنا إن البذور بتنتقل بيها. قلنا عن طريق الماء، عن طريق الهواء اللي هو الرياح، وكمان عن طريق الالتصاق بفراء الحيوانات والإنسان، وكمان عن طريق اللي هي غذاء الإنسان والحيوان. طب طريقة في بذور بتتناقل عن طريق الالتصاق، صح ولا غلط؟ صح. يبقى الإجابة صح، في فعلا بذور بتنتقل عن طريق الالتصاق. رقم 3 يلا يا فاطمة. يستطيع الإنسان والحيوان العيش على سطح الأرض بدون النباتات؟ فاطمة؟ فاطمة سامعاني حبيبي؟ خرجت؟ طب يلا يا معاذ. يستطيع الإنسان والحيوان العيش على سطح الأرض بدون النباتات؟ خطأ. رقم 4 يلا يا آية. ينتج عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسجين اللازم لتنفس الإنسان؟ خطأ. إيه هو البناء الضوئي بينتج منه إيه يا آية؟ الضوء. لا، بينتج منه ضوء. عملية البناء الضوئي اللي النبات بيقوم بيها بيطلع منها حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ ايه يا حبيبي ما تقفليش المايك، افتحي المايك. طيب مش هي خرجت من الميتنج؟ طيب في حد يا حبيبي فيكم عنده اي سؤال؟